نستبدل استبدال. قانون الاستبدال يعني ايه؟ يعني انا استبدل السلبي بالايجابي، وده اعمله ازاي؟ لما اراقب افكاري، اراقب كلماتي اللي بقولها. ده مهم جدا عشان ابرمج دماغي صح، يبقى لازم اراقب اللي انا بعمله صح. تمام. الموضوع صعب مش سهل، ان انا اراقب تصرفاتي، اراقب الكلام اللي بقوله، اراقب الفاظي ومصطلحاتي اللي بقولها، ده مهم جدا. اراقب وانا قاعده سرحانه كده فكرت في ايه وعملت سيناريو شكله عامل ازاي، ده مهم جدا. مش سهل انا عارف، لان احنا متعودين بقالنا فتره كبيره على حاجه، فعشان نغيرها هقولها لكم بمثال بسيط. عندنا تل رمله، فجبنا الكوره وخليناها تتدحرج على تل الرمله، فنزلت عملت ايه؟ خط. طيب حطينا تاني الكوره على نفس، نزلت تاني راحت عامله ايه؟ اقل سماح اكتر. حبه بحبه ده بقى ايه؟ حفره. مجرد ما تحطي كوره تروح نازله منها. ايوه، هي دي العاده. اتحفرت، اتحفرت جوه عقلي الباطن. فلما اجي اعمل عاده جديده لازم تديها وقتها. صح، مظبوط. فهي مش من يوم وليله، زي اللي بيشرب سجاير، هو شرب السيجاره خد سيجاره، خد سيجاره جرب. كان بيجربها بالايه؟ بالعقل الواعي. حبه بحبه ربطها بفنجان القهوه. تمام. كررها مع فنجان قهوه تاني، مع فنجان قهوه تالت، بقت عاده. مجرد ما يعمل القهوه يروح مولع سيجاره. صح، فبقت عاده. هو جه بعد الاكل راح ساحب سيجاره، فيروح عامل اول خط، مع تاني وجبه، مع تالت وجبه، مع رابع وجبه، بقت الطبيعي يخلص الاكل يروح ساحب سيجاره. يبقى بقت عاده. صح. طب عشان انا بطل العاده دي، يبقى انا هحرك العقل الواعي مش العقل الباطن. يعني اللي مدرك هو بيعمل ايه. طب ادينا براكتس كده. يعني انا لما اجي بعد الوجبه اول ما ايدي تروح للسيجاره هفكر، لا انا مش هاخد السيجاره، هحط ايه علبه السجاير على جنب. ده انا هشرب ميه، لا الميه لو شربتها دلوقتي هتقلل العصاره وهتخففها، فهتعمل لي حموضه وعسر هضم. يبقى انا فكرت، نقلت من الحاجه الاوتوماتيك اللي بتحصل من عقلي الباطن اللي متعود عليها للادراك. انا مش هعمل كده. ولا الواحد يربط نفسه بحاجه تانية، يعني مثلا انا مثلا دلوقتي انا عارفه ان انا بعد ما هشرب الفنجان القهوه هروح اخد مثلا براونيز. وانا مش عايزه اخد البراونيز، لا انا هشيل براونيز من على جنب، اشيلها وخلاص. ما احطش مكانها حاجه. حطي اي حاجه انت عايزاها قدامك، ما لفش بس ابص لاي حد اديله بالقلم. تشتيت. يعني في الاخر انا ما يعني ما احطش الحاجه اللي ايدي متعوده عليها جنب ايدي. لازم اتعب. فلما اتعب هتبتدي تدركي. يعني مش استبدال، لا. ان احنا نبعد الحاجه، لا مش نبعد الحاجه، لا نحط. كان نفسي اديه بالقلم. زي ما بيقولي ايه، انا بطلت سجاير وجبت لب. يعني ما هو اللب هيتخنك على فكره، لان انت مع كل سجاره هتاخد لب. ايوه، انت خدتي كميه دهون قد ايه؟ كتير. فثلاث ارباع اللي بيبطلوا سجاير بيتخنوا بعد كده، فاهمه ازاي؟ مع ان انا ما بفهمش ليه، يعني مش فاهمه الواصله بين الاثنين ايه. لكن هو عايز يحط اي حاجه، يبقى اكتشفت ان السيجاره كانت تضيع وقت. هو انا بتسلى، انا زهقان، انا بفكر، انا بعمل في اي حاجه شغاله. يبقى انا رابطها دايما بمشاعري، مشاعر العصبيه، مشاعر الجوع، مشاعر مشاعر مشاعر. صح. فبس استبدلتها بحاجه اوحش، الاكل. ايوه، فهمت. فبقى الاكل بالنسبه لي ربطته بمشاعري. فلما اتعصب هروح اكل، لما اتضايق هروح اكل، لما زهقان هروح اكل. يبقى استبدلت على وحشه بعاده اوحش. لا ده انا بستبدلها اللي هو ايه، هتمشى في البيت، فاهمه ازاي؟ لا ده انا يعني هفتح الشباك واخد نفس، هبتدي اتنفس، فاهمه ازاي؟ عامله ايه في النفس ده؟ طيب ايه شو قدامك؟ والله انا مركزه بصعوبه والله العظيم. يعني عامله ملوخيه، الملوخيه فظيعه، رز بالشعريه، مش عارفه ايه ده. انك مركزه صراحه. وانا ليه حاطه الاكل قدامي؟ ليه بعذب نفسي انا؟ انا مش فاهمه انا العذاب ده والله العظيم. يعني احطه بعيد؟ طيب لازم على السفره، لازم قدام عينيا. ما كل مره بنعمل كده يا ساري، مش اول مره. لا بس الحاجات النفاذه زي البيتزا والبيتزا المره اللي فاتت برضو جننتني، والملوخيه دي لا جامده جدا، فظيعه يا جماعه. يلا احنا قلنا حاجه، يبقى اقول لك نراقب الافكار. دي مهمه جدا مراقبه الافكار دي على فكره. انا عارفه انها صعبه ومش مرحلة سهلة، بس اللي عايز هيعمل. خلاص؟ طيب دي تاني حاجة. تالت حاجة زي ما قلت لك الاستبدال، هستبدل حاجة مكان حاجة،
هستبدل الفكره السلبيه بفكره ايجابيه. يعني انا بدل ما هدور على المشكله هدور على الحل. تمام. بدل ما اقعد انفخ في المشكله هدور على حلول. واحد تعرفي ان في شركات اساسها اصلا يقول لك ما تجيليش بمشكله، تعالي لي بالمشكله والحل. بالظبط. لازم عرض الحلول مع المشكله. بالزبط. ما ينفعش مشكله بس. بالظبط. ما ياخدوش المشكله، لان كل ما هتركزي على المشكله كل ما هتكبريها. ده قانون التوسع بقى. توسع يعني ايه؟ زي ما بيقولوا ايه، الزن على الودان امر من السحر. ليه؟ عشان فضلت اكرر 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 واوسع 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 اوسع الذبذبه. فبدل ما كانت المشكله زي ما قلت قد كده، بقت قد كده، بقت قد كده، بقت قد كده. فانا بقى كل تفكيري متسلط عليه ايه؟ المشكله بس، وبالتالي مش شايف حلول. وكل ما تدي حلول تفضلي تطلعي لي ايه؟ اعذار عشان الحلول تبوظ، لان انت ركزتي على المشكله. ايوه. فهمتي قصدي؟ ايوه. اللي هي الحياه كلها ذبذبات. بالظبط. فهي كلها حوالينا. حوالينا. التوسع ده من الحاجات اللي انا لازم احط في دماغي، اتوسع في الحلو يا جماعه. وزي ما قلت، ما اقترش من زمان واقعد اشحن دلوقتي. لان انت بتشحن من دلوقتي لبكره. فانت خليتها زي ما تقولي ايه، ترايل كده، او زي ما تقولي ايه، فيروس دخل عمال يخش يتنقل من فايل لفايل لفايل لفايل. وعلى فكره فعلا لو الواحد اتبع الاسلوب ده بالظبط فعلا ممكن يخف كتير. يعني كتير فعلا. ده اساس كتير. اللي بيخفف على فكره امراض كتير، يخف من امراض كتيره جدا. صح. خلاص. ومش امراض عضويه بس، امراض نفسيه كتير طبعا، وحالات الفوبيا، حالات الانكزايتي، حالات العصبيه العاليه والتكسير والدنيا والليله، حالات الحزن العميق اللي توصل لمرحله الاسى. الحزن المتخزن لمرحله الاسى. اللي هو كل حاجه تحسي انه مكسور ومفيش حاجه مفرحاه، فهو فقد حتى متعه الحياه، فقد طعم كل حاجه. فما بقاش عنده اي حاجه يفرح بيها، اي حاجه يتمتع بيها، كله بقى شبه بعضه. فما فكل دوت كل ما بزوده كل ما بيتوسع جواه، بوسع بقى الحلو ولا الوحش. وده مهم بيحصل في كلماتي اللي بختارها لنفسي. خلاص. انا اقدر. يعني هو جت عليا اللي هعرف، ما فلانه وفلانه وفلانه وفلان ما عرفوش، جت انا اللي هعرف. يعني انا البنت بارم ديلو بنت التبتن فت اللي هعرف. فده يكسر مقاديفي فيه طبعا. ولما احكي لحد في حاجات معينه ما احكيهاش لحد. ايه دي بقى؟ اشرحي لنا يعني ايه ان حاجات معينه ما نحكيهاش يعني لحد. في حاجات مثلا لسه هبتدي اعملها ما احكيهاش. لما اعملها وخلاص ابقى احكي تجربتي. زي ما انت عملتي نظام معين، وعملتي خطوات معينه في 3 ايام و7 ايام، وعملتي وغيرت، وبعد ما عملتي وجربتي قلتي النتيجه. وبعد ما شفتي النتيجه وخلاص. لا انا كنت عايزه اعمل ريجيم، كنت راجعه من لبنان وتخنانه 3 كيلو، كنت اعمله لوحدي، انا هطلع على الشاشه اخلي ناس تعمله معايا. مش برضو مش فاهماني، انت اوريدي كنت مجربه تكنيكس كتيره. طبعا. صح. قصدي؟ صح. يعني انت مجربه، فالتكنيكس دي خلتي بقى في مشجعين معاكي. صح. فاهمه؟ لكن في حاجات اساسيه لما ابتدي اعملها الاول بقول انا عملت. ايوه. مش لسه هعمل، ده انا هجيب عربيه كذا كذا كذا، ما هو العربيه وقفت اصلهم حسدوني. طب عايزين